قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نموذج مقترح من الوزارة، في وحدة الدوائر الكهربائية. نموذج مقترح من الوزارة نفسها لاختبار قصير في الدوائر الكهربية. هنشوف السؤال الأول، ده سؤال قصير. سؤال اختر رقم واحد، اختر أربع إجابات عليه درجة واحدة. بيقول سلك نحاس مساحته، يبقى دي الايه، الكثافة العددية اللي هي ان سمول، وكان التيار المر عبر السلك اللي هي الاي عاوز السرعة الانجرافية. طبعا الاي بتساوي ان اي في كيو، كيو دي هي شحنة الالكترون عندنا، هو عاوز السرعة الانجرافية. في بتساوي اي على ان اي كيو، الاي اللي هي واحد، والكثافة العددية هي 6.02 في 10^28. المساحة مظبوطة، مفيش تحويلات خالص عندنا اهي، يعني 4 × 10^6 كيو. طبعا اللي هي الالكترون اللي هي 1.6 × 10^19. نعمل حسبة الكسر، 1 على 6.02 × 10^28 في 4 × 10^6 في 1.6 × 10^19. الناتج بتاعنا بيطلع هذا الناتج، تقريبا هو هذا الناتج، يبقى بنظل الناتج وبيكون عليها درجة. السؤال الثاني بيتكلم عن مجزئ الجهد، يوضح الشكل. وما بنلاحظ في الاختبار الشكل 2-1، يكتبوا هنا 2-1، دائرة مجزئ جهد كهربي بمقاومة عالية جدا. يتم تجزئة المقاومة ديت إلى جزئين AX و XP بواسطة المنزلق X ده. القراءة ديت الـ Vout بـ1.5. فبدأ يسألني سؤال، احسب قيمة VN. الـ VN الداخلة هنا عندما تكون مقاومة AX الجزء ده بـ2 أوم، و XB الجزء ده بـ2 أوم أيضا. طبعا القانون بتاعنا هو إن الـ Vout اللي احنا عاوزينه هذا، المقاومة اللي موجودة بينا اللي هي 2 على مجموعهم 2 + 2 في ال VN. ال VN دي اللي احنا عاوزينها. طيب دي 2 على 4.5، يبقى هنا ايه، ال Vout اللي هي 1.5، ودي 2 على 4 اللي هي نص VN. ال VN بيساوي 1.5 على 1.5. واحد ونص على نص بالحسبة، يعني 3 على 2 × 2، يعني بـ3 فولت. يبقى ال VN بتكون 3 فولت. طبعا مثل هذا السؤال بنسميه سؤال مفردة قصيرة، بيكون عليها درجتين.
طيب سؤال اختياري بدرجة يمثل الشكل 3-1 ويكتبوا اسمه هنا، مقياس جهد متصل مع خلية اكس لقياس القوة الدافعة لها، قراءة الجالفانوميتر الحساس ده تساوي 0 عندما يكون ده يكون 0 عندما يكون فرق الجهد اي نوت ديت يساوي الاي اكس، فرق الجهد بين طرفي اي بي يساوي فرق الجهد اي نوت، فرق الجهد بين طرفي اي واي يساوي اي اكس، فرق الجهد اي اكس يساوي 0. طبعا طالما دائرة 0 يبقى الـ AX الجهد بتاع القوة الدافعة الكهربية هو بيمثل فرق الجهد AY، فبنختار هذه الإجابة. سؤال 4، اعتبرناه مفردة قصيرة بدرجتين عاملين تعتمد عليها المقاومة، عندنا المقاومة R بتصوروه ال على الايه، يبقى نقدر نجيبه. عاوز عاملين، عندنا طول السلك اللي هو ال، وعندنا مساحة مقطع السلك، احنا هنقول 4، وفي عندنا اللي هو نوع مادة السلك، نوع مادة السلك، وعندنا درجة حرارة 2، بتقولهم بتاخد درجتين درجة كاملة. المسألة 5 مسألة طويلة عليها 4 درجات، هي على كيرتشوف، يوضح الشكل دائرة من 3 مقاومات، 2 اهيت وستة واربعة، ومصدر الجهد ومصدري الجهد هنا 24 وهنا 27، عاوز التيار اي 2 ده وعاوز اي 3. طبعا انت ما تيجي تفكر في مثل هذه المسائل، عندك دلوقتي 4 حاجات، قانون كيرشوف الاول هنا او هنا، عندك المسار العلوي، عندك المسار السفلي، عندك المسار الايه الكلي، بتاخد اقل حاجة بتكون مجهولة بالنسبة لك. لو جينا نشوف ده اي واحد معلوم اهو، اي واحد معلوم، فممكن اخد المسار العلوي، يعني المسار العلوي همشي بهذا الاتجاه، وانا ماشي كده هنقول ان مجموع الابسلون بيساوي مجموع الفي، بتؤدي الى هنا ممكن نقول موجب 24 ناقص 27، موجب 24 ناقص 27 يساوي، طبعا التيار هنا معاكس يبقى سالب، يبقى سالب 6 اي 2، التيار هنا بنرجعه ماشي كده يبقى معايا تمام، يبقى موجب 2 في 3، هنا 24 ناقص ديت سالب 3 بيساوي سالب 6 اي 2، زائد 2 في 3 ب6، نجيب دي هنا ودي هنا، يبقى 6 اي 2 يساوي 9، يبقى اي 2 بيساوي 9، 6 على 9 على 3 فيها 2 على 3 فيها 3، يعني 0.66 امبير، ده اللي هو اي 2. نشوف المسار الكبير، يعني المسار الكلي ده، ونمشي معاه مثلا هنا كده، هنقول برضك سميشن الاي بيساوي سميشن او مجموع الفي، مجموع الاي في الكبير ده مفيش هنا في هذا الاتجاه كده الا 24 بس فقط موجب، نجري التيار هنا اي 3 معايا، يبقى 4 اي 3
وانا ماشي هنا يعني 2 في 3 في 6 زائد 6، مفيش غير كده. نجيب دي هنا بالسالب يبقى كام؟ 18 بيساوي 4 اي 3، يبقى الاي 3 بيساوي 18 على 4، 4.5 امبير. انا عارف انت قاعد مستغرب هنا، ديت هي 9 على 6، اسفين 9 على 6، لان 6 هتتقسم، 9 على 6 يعني 1.5، 1.5 ايه امبير. دي اي 3، ممكن تجيب اي 2، يعني دي اضافة من عندنا، اي 2 ده خارج وده اصلا كان المفروض خارج كده، يعني المفروض اي 3 بيساوي اي 2 زائد اي 1، يعني اي 2 بيساوي اي 3 ناقص اي 1، يعني 4.5 ناقص 1.5 يساوي 3 امبير. ده اختبار قصير جاي من الوزارة، لذلك مهم جدا في هذا القسم. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة في الفيديوهات حتى تنتهي المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع رغباتهم.